شو وينها؟ شعني عملت هي مشان يا رب يا حلوة تريني حتلك الوردة يا الله شو طعمها حلو جنة وجنة أحلى أم بالدنيا أنت يا الله شو بحبك يا أمي يا الله شو بحبك الله يسعدك يا رب سألي لي شوفي فرحيني مبسوطة 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 مساعدة يا الله السلام عليكم شيخ عبد العليم. عليكم السلام ورحمة الله، هل هي معتز؟ كيف صحتك شيخي؟ الحمد لله. شيخي بدي اسألك سؤال. ايه تفضل. شو يعني ملكوت؟ ملكوت يعني العز والسلطان. وملكوت الله يعني عظمته وسلطانه سبحانه وتعالى. الله. يعني سلطان تا 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 لا سمو تا شو وين كاين وانت شو دخلك عم بسألك بتجاوب وين كاين لا لك سلوم لا تكون شربان شي بدك تزت بلاك علي بآخر هالليل أنا بدي زت بلاي عليه أنا عم بسألك سؤال بدك تجاوب عليه وبأدب واحترام يا سيدي ما دخلك ما دخلك فيه لا وين بروح ولا لوين بجي عم بتقلي إلي ما دخلك ليك احترم حالك مظبوط ولا تخليني أغلط فيك ها لا يا سيدي غلط بعدين مو عيب عليك انت والدرك اللي معك تتصحصل وتضحك وهيك مثل النسوان لك في عالم نايمه في عالم مريضه في اولاد صغار على اخر زماني بقى يجي سمعه يعلمني العيب انا بعلمك وبعلم 100 واحد مثلك ولا يا سيدي بعلمك وبعلم اهلك كمان انا بعدين مو عيب عليك شوارب اللي بوشك تضحك هيك لك على السمع ولا على والله نحن غلطنا ومنكم السماح شوفي شو القصة ما في شيء يا عمي ابو عصام كنت ماشي انا والشباب وعم بمزح مع سمعه وقلت له لك وينك لك سمعه مو مبين حرام تكذب سلوم بعدين من امتى بيني وبينك في مزح هلا شو صار سمعه احكي لنا عمي ابو صافر كنت ماشي انا
صوت ضحكه وكركرته واصل لاخر الحاره. لا وفوق هيك عم يسالني وين كنت، ومن كلمه لكلمه صار اللي صار. لك انت شو بدك في يومك يا ليكو؟ لك شبكه شوفي ليش هيك مجمعي؟ شو القصه؟ شوفي يا سلام شرف شو بعيدا شرفت عم ضربك. ليش قاعدين بقلبك يا سيدي؟ ضربونا وحصرونا هون. شو هاد لهون وصلت معكم يا الحارة الطبع؟ تضربوا عناصر المخفر؟ وكل الله بجودة الله يرضى عليك. خلينا نفهم شو القصة بالأول. شو ما صار يصير شو ما كانت القصة؟ دركي ما بصير ينضرب. ايوه بس الدركي يضرب العالم معليش. بس مبين هون مين الضرب مين مضروبة بزعفير؟ الله وكيلك يا سيدي، هجموا علينا مثل الجراد وأخذوا منا البواريد كمان. أخذوا البواريد؟ اي والله يا سيدي. ايوه روق أبو جودات روق. البواريد بترجعوها يا رجال. بس انت كمان بتفهم الدرك ما حلوه يعني يفوتوا على الحاره عم يتصلصلوا بصوت عالي ويزعجوا العالم يحترموا العالم لانه العالم مو دبان. رجعوا لهم البواريد يا رجال. رجعوا لهم يا عم شباب تأمروا. بس في بارودتي ناقصه سيدي. شو ها؟ ايه والله مو مبينه. ابو عصام وين البارود الرابعة الناقصة؟ وين الناقصة يا شباب؟ وين البارود الرابعة؟ رجعوها يا بي. هدول من البواريد. رجعوا البارود الرابعة. رجعوا لهم البارود يا رجال وكفى الله المؤمنين القتال. شيخي والله هدول هن. أبو عصام كلمة واحدة ما في غيرها، رح آخذ الدرك ونرجع على المغفر، بس البارود الناقصة الرابعة بدي إياها، وإذا ما رجعت البارودة أنت بتعرف شو رح يصير. حركوا لك يوسف، حركوا يا حمير اللي عم ضربكم، حركوا لك. ماشي البارودة بترجع يا رجال. ما كانوا هن ثلاث بواري. يخرب بيتك على الحمل. لك سمعان لك العم ضربك يا بيش. لك هاي بارودة بدك. لك هاي عرضك. هاي كرامتك. يخرب بيتك. لك شلون بياخذوها منك؟ لك بني رهدا اذا بيصل خبر للداخلية والله بينخرب بيتك. يستر على عرضك يا سيدي. شو تخبر الداخلية؟ ايك والله بينخرب بيتي هيك. ينخرب بيتك يضطرب على راسك ما دخلني. اسمعوا لك على كل اللي بيهمني هدول الرجال اللي اخذوا البارود والبارود كل مكتبي فهمت؟ الله يسامحك يا سيدي هيك عم تحكي معي؟ الله يسامحك. لا شو بفكرني صاحبك وفيك تحكي معي هيك؟ العم ضربك. لك يخرب بيتك هي عده إيه لو تشوفهم كيف هجموا علينا. إيه والله ما عم نلحق لهم. ما عم نقدر نهجموا عليه. شايفينك تشدوش وخروق. لا حول ولا قوه الا بالله. عمي بعشر وبيستر على عرضك مشان الله. انا غلطت وممكن السماح، بس مشان الله البارودي لك والله بيخرب بيتي. شد وجهك ولك احسن ما فكني عكا. امرك سيدي. شو بعصام شو صار معاه؟ بشو بالبارودي وهدول اللي ضربوا الدرك. روق ابو جودات موضوع رجال منحله بيناتنا، بس بارودي ما في. ايوه وليش بقى ما في؟ شو سمعت من ابو ظافر يا ابو جودات؟ ما في. شو يعني بتمالك ابو ظافر؟ شبك ابو عصام انت بتعرف شو المشكله؟ بتعرف منيع. انا لحد هلا ما خبرت الداخليه. اذا الداخليه دريت الموضوع فيها خربان بيت. هي عهده انا باصم عليها، بصمت لهذا المضروب على قلبه وسلم عليها، وبالاخص انه طلعت من حارتكم وغابت البارودي خطفوها هنيك. ابو جودات الشباب اخذوا ثلاث بواري ورجعناهم. لك يا جماعه هذا المسكين سلوم بيخرب بيته شبكه. اخي رجعوا لنا البارودي. قصة الشباب انحلى. نزلوا كام يوم لعندي على النظارة ونقول له الله معكم مع السلامة، بس هذا مصيبة المصايب. إذا حولته على القلعة راح ينزلوه على السيلون، يعني انتهى الولد شبكه من شان الملائكة. حلا أبو عصام السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعمي علينا مصيبة. طمنا شو صار؟ عمي البارودة عنا بالحارة. أبو جودات عم يكذب عليك عمي أبو عصام؟ لا عمي ما عم يكذب. ما عم يكذب؟ إيه ما عم يكذب. والبارودة عنا. شغلي ما فيها كذب عمي، أنا حاكي كلمة واحدة. قصة البارودة مو لعبة، مو شو ما كان هيك. ما بدنا عي، ما بدنا الفرنساوي يرجع يفوت بحجته على الحارة. أيوه اللي شافطها يرجعها من حاله. هاي من الاخير البارودة لازم ترجع على الكراكون. الفرنساوي مو قليل، بكره بيعمل 100 قصه بسببها. 100 قصه بيساوي. شو بنساوي بحالنا؟ نجيب وجع الراس لحالنا نحن؟ احكوا. البارودة عندي عم بعصام. عندك قلت لك ساعتها؟
ايه عندي عمي عندي. انا لما شفتهم هاجمين على سمعون والله اعلاتي ما حملوني، وقلت لحالي فوت دعوسهم كلهم يا ولد اشرفي. بس لما ما طلع بايدي قلت لحالي خذ الباروده يا زعتر وخبيها، وبس تشوف عمك ابو عصام ناوله اياها لايده. الله محييك عافية عليك زعتر. حواس عمي لقوا كفو لك زعتر، بس مثل الاخر اذا بتعيدها ادني وادنيك بسببهم اربعه لا تشغل شيء من كونك. امرك عمي ابو عصام امرك. عمي موضوع الباروده وحلينا، بس بدكم تلاقوا لنا حدا منكم يبتلوا ليله بالكركوم، لانه ابو جودات ما عم يمرق شغله بضرب الدرك. متنح بده حدا يبات بالكركول لو ليله. انا ايه انا عمي ابو زرفي. لك روح الله يرضى عليك ويحميك يا ابني. وانا بطلع معه كمان عمي. لا اخي ابو كرم انا ضربت انا بروح على الحبس. بري عليكم علي ما علي بتبيض الوش. عمي زعتر يلا سناوي البارودة. اهلا وسهلا. سلام عليكم. اهلا وسهلا بكباري تحت الطبع. اهلين يا ابو زعفين. ايه عمي هاي البارودة التقيت مدري وين كانت ملحوشة وما حدا شايفها. شرف سيدي. تعال يا ابني يا سلوم. حاضر سيدي. خذ بارودتك ولك نلع. ايه سيدي هاي البارودة رجعت عم شوطات خلصنا. ممكن بمعيتك بقى الخاطر يبات ببيته وما ينام بالحبس الليلي. والله بده يبقى عندي. لا تحليف لا تحليف ابو جودات خلينا عم ناخذ ونعطي. لا تحليف ما بدي صومك ثلاث ايام. يا بده يبقى عندي يا بده يبات بالقلعه. شي نتفاهم عليها ابو جودات نتفاهم عليها. بس لسه اول شغله ما تفاهمنا عليها يا ابو عصام. ابو جودات الباروده تفاهمنا عليها صارت عندك وبعدين بحكي انا وياك. نتفاهم على التنتين سيدي سوا. ماشي بس بده يبات عندي. ليه انت؟ لبكره العصر. ايه لبكره العصر مقدور عليها. ماشي ابو عصام خاطر بضيافتي انا ما تكلم. رستم. حاضر سيدي. نزل خاطر على النظاره. امرك سيدي. روح عمي روح روح اتكل على الله. شرفوا انتم نتفاهم بالمكتب تفضلوا. شرف سيدي شرف شرف. فوت لقلك فوت اجيت على حضن امك وابوك الله يقدمي ويردلك اياها. كبير لك سلوم كبير. بس ما عرفنا قديش عمرك قطعت ولا لساتك بامر الغلاظه. خليك فايق لا تنام جاي لك. عم بنتظرك لك يلا رود ارميل شنو رجلي عم يحكوني انت اكبر قدر. انا فرشيك لك يلا روح شباب درميل. شو بدك ابو جودات؟ وعم تضرب الدرك السلوم كمان؟ ولا يكون دركي بالهواء. قلت شو رايك عم تطرح رئيس مخفى؟ ابو جودات ما تسلخني الفلقه اللي بدك اياها وتخلصني بقى. هو هيك راح يصير. سلوم. حاضر سيدي. افتح الباب لحتى نسلخه فلقه للشر. من عيوني. ايه تعال لهون. امشي قدامي. نزل ايدك. امشي ايدك بعرف طبيعي حظه. رستو. حاضر سيدي. زين ساعته. استرزق انت وياه. قول والله. اهلا وسهلا بخاطي. اهلين بخاطي. خلصت ابو جودات. سليمة سليمة. أعطيني هاي فلا.
هذا بجودات واحد واطي وابن حرام. بس اللي عملته لك عمي خاطر ما بيعملوا غير واحد أبضاي ابن أبضاي. بلي عليك. اي والله الله يرحم ابوك اللي خلك ما مات عمي. تعيش عمي. يلا ان شاء الله عافا. يعافي البك عمي ابو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. ان شاء الله معافى يا رب ويكتر خيرك. لاهلك سمعوه. يلا بي يلا مش الحال. لا ترك عليها اليومين يواش يواش يعني مو تخطي فيها ودهنا بالزيت ولا تخليها ترفع الهواء. يلا كنت اكتر نوصلك على البيت. يلا يا رب يا اهل المرور والعزه.